داء العريس بتاعنا يعني نريد أن ندعو له، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. نسأل الله عز وجل أن يبارك لهما ويجمع بينهما في خير، اللهم آمين يا رب العالمين. إن شاء الله زواج مبارك إن شاء الله. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن كل لحم أخيه ميتا فكرهتموه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب بعت عليك العمر وهو قصير وغلبت فيك الشوق وهو غزير وأنشأت بحسنكم دولة لها الحب جند والولاء سفير ومن قضت عليك جوانحي أبدا وما حل في قلبي سواك أمير. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يا أيها الناس يا
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم كل حاجة برزقين. إن الله عليم خبير. إن الله عليم خبير. يا أيها الناس يا أيها الناس وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم
رسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إن الله غفور الصادقون قل أتعلمون
وسلم